نشر المركز الإعلامي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية تقريراً مصوراً يستعرض جانباً من الطابور الصباحي الذي تقيم قيادة المنطقة كل يوم أحد بمعسكر لواء الشرطة العسكرية بمشاركة وحدات الكتيبة الأولى وسريتي الحماية والقيادة. نتابع. سارع ساعد. بحسب النظم واللوائح المتبعة في كافة الألوية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية وتطبيقا لتوجيهات قيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثلة باللواء ركن طيار فائز التميمي قائد المنطقة، يتم صباح الأحد من كل أسبوع إقامة الطابور الصباحي لمنتسبي وأفراد لواء الشرطة العسكرية بحضور الأركان والعمليات. لليمين دور. الطابور الذي يقام في معسكر الشرطة العسكرية وتشارك فيه وحدات الكتيبة الأولى بالإضافة إلى سريتا الحماية والقيادة يتميز بأنه يضم كافة الضباط وأفراد اللواء في بداية أسبوع جديد مفعم بتنفيذ العديد من المهام والتكليفات العسكرية التي تناط بأفراد وجنود هذا اللواء المهم في منظومة المنطقة العسكرية الثانية. في البدء أولا نشكر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فايز منصور التميمي على جهده ومثابرته على رفع مستوى وكفاءة القوات المسلحة وخصوصا الشرطة العسكرية، وقد بدأنا في وجود خطوات طيبة في تصحيح مسار العمل، ونأمل إن شاء الله مزيدا من الدعم لهذه القوة ونقلها إلى المربع الذي نأمل أن تكون فيه من خلال ضبط وربط القوات. نحن في هذا العام التدريبي 2023 لنا خطة معدة من قيادة المنطقة، ونحن أيضا بلواننا خطة يعني مرتبة على المرحلة الأولى الخمسة الأشهر الأولى من العام التدريبي، متركزة على تحفيز الأفراد ورفع همتهم وحب وطنهم والقتال من أجل تربة الوطن، ونحفزهم دائما أن هذه الفرصة يعني فرصتنا لا تعوض ما دام نحن على أرضنا نحمي أهلنا. أركان لواء الشرطة يوجه خلال الطابور جملة من التعليمات والتوجيهات الهادفة لرفع الروح المعنوية والقتالية لأفراد اللواء وشحذ الهمم في سبيل الارتقاء بمستوى الإدراك الحسي للضباط والجنود بمخاطر المرحلة والأخطار التي تحيط بالمنطقة عامة وبمحافظة حضرموت بصورة خاصة، كما يتم الاطلاع على مستوى الضبط والربط العسكري للضباط وصف ضباط وجنود اللواء، كما يتم خلال الطابور الصباحي تنفيذ الحركات النظامية الرسمية المتعارف عليها في المؤسسة العسكرية لكافة منتسبي اللواء، ويتم خلاله الاطلاع على احتياجات الأفراد المختلفة.